مساي كفام الإذاعة الأولى في تونس. أسرار النجوم. أهلا شكرا. مرحبا ميل. باش نحكيو على عريضة الأزياء العالمية مزروب ديما كيكا مزروب. سلام سلام تكا باي باي على خير ونص نهار. لا لا والله ما خاطر الوقت يدهمنا عندي اكستري لازم الناس كل يسمعوا. يلا دهمنا باش نحكيو على عريضة الأزياء العالمية التونسية عزة سليمان اللي كانت أعلنت الجمعة اللي فات مالك في بوزيمو إن كيستيون على الانستغرام تاعها وقالت أنها سيليباتير فماش عرس كرد على سؤال أحد المتابعين اللي تبعوا فيها على الكونت انستغرام تاعها والناس الكل تعرفوا كون عزة سليمان في علاقة مع طليق مرام بن عزيزة دونك بعد ما فسخت صورها الكل وعملت له انفولو ما عادش يتبعوا في بعضهم زوز على الانستغرام دونك المياه رجعت لمجاريها الويكاند هذايا ورجعوا يتبعوا في بعضهم على الانستغرام وعزة نحات الماسك من بعض التصاور اللي كانت ماسكيتهم دونك كيف كيف ارشيفيتهم على الانستغرام فوالا ارشيفي التصاور كيف كيف اتصلت بعزة واللي اكدت لي الاخبار هذايا كونها رجعت العلاقه بينها وبين طليق مرام بن عزيزة. نمشي ونحكيو على حنين شوغراني دونك اي فما ان شاء الله زاد المستمعين اللي تبعوا فينا خاطر ممكن ما سمعوش المخرج في وذني انا قال لي راه ممكن سمع عرس اخي اسر مو يخرب الورقه صح مش وكسر ما هذاك علاش قلت لك رفيق راه عنصر فعال في الدقيقه 60 في شاركنا في كل شيء دونك نكملوا مالك وسيرين نحكيو على حنين الشجراني دونك بعد مرات التصاور اللي فرتجيو فيهم البارح الناس الكل على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص خطوره الوضع اللي قاعد صاير في عده مناطق كيما القروين وزغوان دونك حنين هبطت ستاتيو ودعت فيه الدول الشقيقة باش يعاونونا على التلقيح واللي قالت فيه حرفين ستاتيو مالك قالت الله غالب تحت بينا والناس لبعضها لقحونا ونقعدوا نشوفوا لكم بي دونك بعد التدوين هذيا هجمة كبيرة تتعرض لها حنين على مواقع التواصل الاجتماعي وبرش عباد اتهموها بالطلبة وقالوا كيفاش فنانة تحكي بالطريقة هذه. حنين شكراني عندها ما تجاوب العباد هذوما. انا ما طلبتش انا ديما نعتبر اني تونس سباقه ملي احنا صغار في المكتب هاي البوسنا هاي الهرسقة وكذا معناها الدول اللي بعضها والناس اللي بعضها شنو هي المشكله اليوم دول كبيره ودول شقيقه وصديقه تعالجت وخرجت منها باش يقفوا معنا وقت اللي احنا اولادنا وامهاتنا قاعدين يموتوا شنو هي المشكله شنو اللي فيها عيب فما عباد قراب لي معناها قالوا لي ظاهرك انك معناها تطلب مانيش نطلب لي سامحني هذا واجب انساني كما احنا واجبنا انسانيا باش نقفوا مع الناس الكل تونس مسيسه تشعل العالم الكل اليوم جا الوقت باش يقفوا يا اخي احنا سامحني ما بعرفش تقم تبي مريفتك لإيطاليا أنا اليوم وزاد أقول لك حاجة أكثر من هكا على خاطر بلادي مستعدة نعمل كل شيء أنا اليوم بشنقذ الصغير والكبير مستعدة نعمل حنين كل شيء. حنين كنا نعرفوها على الانستغرام والانستغرام ديما بتلقائيتها دونك أي حاجة تحبتها تكون سبونتاني ذاك علاش هي حبت توضح للعبيد اللي تسمع فينا. حنين زاد اللي تبعناها البريود هذه في برنامج احنا الكل على قناة تونسنا اللي قاعدة تقدم فيها كل نهار خميس دونك ما نعرفوش اسكو الخميس اللي فات كانت اخر حلقه في الموسم التلفزي وفي البرمجه الشتويه ولا انا سالت حنان قالت ما نعرفش اسكو الجمعه هذه فما احنا والكل ولا قالت ليامات هذوما ان شاء الله تكون باش تصرح باش تقول اسكو باش تتواصل التجربه في على قناه تونسنا في برنامج احنا الكل او لا. شكرا لك اشرف تحياتك بالله حنان شكرا لي قل لي بالله عندي سؤال هي سيرين قالت اليوم عاقلين عندي سؤال والله الله سؤال بقى لي في قلبي نسأل عليه سيرين. سيرين كنا نعرف اللي أول فنانة تونسية وقت عملت كليب في المالديف هي الفنانة التونسية مروة عيسى تحية ليها كان تسمع ليها. فينا دونك كنت بعد عملت كليب في المالديف وشوفناك وقت اللي انت البريود وقت اللي تصور في الكليب متاعك في المالديف مروة عيسى هبتت ستوري وقالت بمعنى أي حاجة تعملها مروة عيسى تولي بمعنى يعني تولي فيها العسل. هذا يخبر شفت ستوديو ولا صدقني لا شفتها انا عملت كابتيو تم بعدنا بعض وكان قالتها بالرسمي بتتر ما تقصدش فيا ما نصورش على خاطر سامحني معناها اذا كان لهني اذا كان يتسمى ميلا متر جيمس استنيني متر جيمس متر جيمس يا خويا خل لحظه بلي خك الو متر جيمس راه والله يا مروه عيسى اش فيك تتبع فيها هكا عم نبط العسل يزيني يا نيس نخدم معاها تو هذه رابع ولا خمس كليب اشرف يا اخي معناتها كنا ماشيين جونا لحظه بلي خنوان لحظه بلي لحظه لحظه بسرعه ما عادش عندنا وقت توا في العالم الكل الفنانين كي يصوروا في بلاصه تلقاش المستويات هذيا نتاع يهبط العسل وتهبط العسل توا متر جيمس صور في نفس الليله اللي صورت فيه انا شكون قال لي انا ما يا اخي خويا ما شفتش متر جيمس تبعت الكليب نتاعو معناها بالضروره اني كنا وانا ما تربطني بها حتى وجه شبه انا في بر وهي في بر اخر جو لا ريسبكت انا معناها على الاخر نحترمها ومحليها وتهبل وربي معاها
ونبوسك برشا مروه و اي لاف يو وذيكم الكل. ميرسي سيدي نعطيك الصحه. ديما يجينا سباس. ميرسي قص عليك الميكرو هذا. لا لا ما عملنا مشاكل تو. ميرسي بوكو سيدي نكون بحذنا اليوم سيدي ميلاد. ميرسي بوكو.